السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الحادي عشر المستوى المتقدم مرة أخرى في الجزء الرابع والأخير من مراجعة مادة الأحياء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. هذا الجزء نستكمل فيه باقي الأسئلة المقالية. نبدأ معا في هذا السؤال الذي يقول: اشرح افتراضات التطور التي أشار إليها كل من داروين ولامارك وفقا للصورة التالية. هذه الصورة توضح افتراضات كلا العالمين لامارك وداروين في تفسير استطالة عنق الزراف. لاحظ معي عزيزي الطالب، وأؤكد على هذه النقطة، أنه لابد من كتابة تفسير كلا العالمين بكل دقة وكل استفاضة، لأن كل كلمة موجودة في التفسير سوف تحتسب عليها درجات من خلال إجابتك. العالم داروين، في البداية العالم لامارك، هذا العالم افترض وجود نوع واحد من الزراف كما تلاحظ على يسار الصورة، قصير العنق، يتغذى من الحشائش والأعشاب. عند حدوث جفاف في البيئة ماتت الأعشاب، فمدت الزرافات عنقها إلى الأعلى لتتغذى من الأشجار، فاستطالت عنقها وورثت هذه الصفة المكتسبة للأجيال التالية. لابد في كتابتك لتفسير لامارك أن تذكر كلا فرضيتي لامارك، وهي الاستعمال والإهمال وتوارث الصفات المكتسبة. وكذلك عند كتابتك لتفسير داروين في استطالة عنق الزراف، لابد أن تذكر اسم النظرية أو الفردية التي تبناها داروين، وهي الانتخاب الطبيعي كما سنرى لاحقا. العالم داروين افترض وجود نوعين من الزرافات، أحدهما قصيرة العنق والآخر طويلة العنق. كان النوع قصير العنق يتغذى من الحشائش والأعشاب، وطويل العنق يتغذى من الأشجار العالية. عندما جفت الأرض وتغيرت الظروف البيئية، لم تستطع الزرافات قصيرة العنق التكيف مع الظروف البيئية الجديدة وماتت وانقرضت، ولم تستطع البقاء وبقيت الزرافات طويلة العنق، وحدث لها انتخاب طبيعي وورثت هذه الصفات الوراثية لأبنائها. لاحظ الاختلاف الشديد بين تفسير كل من لامارك وداروين. لامارك اعتمد على أن الصفات المكتسبة من البيئة يتم توريثها إلى الأجيال التالية، بينما داروين اعتمد على أن الانتخاب الطبيعي هو الذي يعمل على توريث الصفات الوراثية إلى الأجيال التالية. ننتقل إلى السؤال التالي. هناك نوعان من الضفادع التي تعيش في المياه العذبة والبساتين الخضراء، ضفادع رمادية وضفادع خضراء. بعد عدة سنوات تناقصت أعداد الضفادع الرمادية وازدادت الضفادع الخضراء. المطلوب: ألف، حسب نظرية داروين فسر لماذا قل عدد الضفادع الرمادية وازداد عدد الضفادع الخضراء. أمامك عزيزي الطالب نصف دقيقة لكي تجيب على هذا السؤال. نرى معا إجابة هذا السؤال. لأن الضفادع الرمادية لم تستطع التكيف مع الظروف البيئية التي تعيش فيها، نظرا لاختلاف لونها عن لون البيئة الموجودة فيها، فبالتالي تعرضت لعملية افتراس واصطياد من قبل المفترسين، فماتت وانقرضت، وبقيت الضفادع الخضراء وحدث لها انتخاب طبيعي وتكاثرت وازداد عددها. أحسنتم. السؤال التالي: ما هي العملية التي أدت إلى ازدياد عدد الضفادع الخضراء؟ لاحظ معي، هذا السؤال يقوم بالسؤال عن العملية،
وكما قلنا سابقا إذا تم ذكر كلمة العامل في السؤال فلابد لك أن تختار عامل من العوامل الأربعة التي تم ذكرها سابقا، وهي الافتراس، المرض، التنافس، السلوك الإقليمي حسب موضوع السؤال. أما إذا تم ذكر كلمة عملية داخل السؤال فما لها إلا إجابة واحدة، وهي عملية، أحسنتم جميعا، الانتخاب الطبيعي. ننتقل أعزائي إلى السؤال التالي. السؤال التالي يقول: قارن بين البيورينات والبريميدينات المكونة لسلاسل الأحماض النووية. لاحظ من خلال هذا الجدول هناك وجهان للمقارنة: القواعد النيتروجينية التي يشملها كل من البيورين والبريميدين، ونوع الجزيئات الحلقية الموجودة في كل منها. كما ذكرنا سابقا أن البيورينات والبريميدينات هي أنواع من القواعد النيتروجينية الموجودة في كلا الحمضين النوويين DNA و RNA. لكل نوع من هذه الأنواع مجموعة من القواعد النيتروجينية التي يشملها. فعلى سبيل المثال البيورينات تحتوي على قاعدتي الأدينين والجوانين. من الممكن عزيز الطالب إذا لم تستطع تذكر أسماء القواعد أن تكتب الحروف المختصرة لهذه القواعد، يعني على سبيل المثال من الممكن أن تكتب بدلا من الأدينين والجوانين A و G. بينما البريميدينات تشتمل على ثلاث قواعد: الثيامين والسيتوسين الموجودة في الـ DNA، والسيتوسين واليوراسيل الموجودة في الـ RNA. أيضا هنا من الممكن أن تستبدل أسماء القواعد بالأحرف المختصرة لها، وهي الثيامين يرمز له باختصار الحرف T كابيتال، السيتوسين يرمز له بالحرف C كابيتال، اليوراسيل يرمز له بالحرف U كابيتال. وجه المقارنة الثاني: نوع الجزيئات الحلقية. في البيورينات تكون الجزيئات الحلقية مزدوجة أو ثنائية الحلقة، بينما في البريميدينات تكون، أحسنتم جميعا، مفردة الحلقة أو حلقة واحدة مفردة. السؤال التالي: بتحليل أحد الكروموسومات في أحد الفيروسات أعطى النتائج التالية: G تساوي 32% وهي قاعدة الجوانين النسبة المئوية لها، U تساوي 18% وهي قاعدة اليوراسيل، C تساوي 32% وهي قاعدة السيتوسين، A تساوي 18% وهي قاعدة الأدينين. لاحظ معي هنا أن نسبة البيورينات وهي الجوانين والأدينين مجموعهم 50%، ونسبة البريميدينات وهي اليوراسيل والسيتوسين مجموعهم 50%، أي أن نسبة كل من البيورينات والبريميدينات متساوية في هذا الحمض النووي. السؤال: ما نوع الحمض النووي الذي يتكون منه هذا الكروموسوم؟ طبعا من خلال معرفتنا بالقواعد النيتروجينية الموضحة في هذا السؤال يكون نوع هذا الحمض النووي هو RNA، وذلك بسبب وجود قاعدة اليوراسيل بدلا من قاعدة الثيامين. وإلى هنا يكون قد انتهينا من الجزء الرابع من مراجعة مادة الأحياء منتصف الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله نكمل في الجزء الخامس والأخير من هذه المراجعة. السلام عليكم ورحمة الله.